معنا موفدة اون لايف الى نيويورك اسماء قنديل. اسماء، يعني هذا هو المؤتمر الذي ضم الدول الاربع الداعية لمكافحة الارهاب، وايضا تابعنا التصريحات التي خرجت من سامح شكري وزير الخارجية المصري. ما جديدك، وايضا هل معلومات اخرى جديدة رشحت عن هذا الاجتماع؟ نعم اسماء. نها، أسمعك، أكاد أسمعك تقريبا، الصوت يتقطع، ولكن أعتقد أن مفاد كلامك عن اجتماع الدول العربية الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب حول قطر. انتهى الاجتماع في أخذ تقريبا حوالي الساعة، ساعة والنصف، من مقر البعثة المصرية للأمم المتحدة في نيويورك. الاجتماع كان موفق، وهذا ما قاله أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي بعد انتهاء الاجتماع، وأيضا عادل جبير وزير الخارجية السعودية بعد انتهاء الاجتماع. السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري صرح بأن الاجتماع كان موفق، واتفقت الدول العربية الأربعة بتمسكها بالمبادئ وبالمطالب 13 المطالبة بهم قطر لتنفيذها، ولن تتنازل الدول العربية الأربعة عن أي مطلب من هذه المطالب. وحين سألته عن ما يثار حول إنهاء الأزمة خليجيا وتجنيب مصر من مفاوضات الأزمة، كان رده علي بأن التمسك بالمطالب 13 هي مطالب عربية وليست خليجية، وسيتم التمسك بها والمفاوضة عليها مع قطر. نعم. طيب أسماء، يعني إذا كنت تسمعينني الآن، كانت هناك يعني معلومات قبل هذا الاجتماع بأن ترامب سيحضر هذا الاجتماع الرباعي، هل هذه المعلومات غير مؤكدة؟ هذه معلومة غير صحيحة تماما. الاجتماع كان يقتصر فقط على الوزراء الخارجية الأربع. نعم، وأعتقد أن الصحيح أن ترامب التقى بسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته في فندق نيويورك. في صباح اليوم بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاته مع عدد من الشخصيات المؤثرة الهامة الأمريكية اليوم، بدأ من الساعة 9:30 صباحا، وكان منهم الرئيس دونالد ترامب، وليس في اجتماع الوزراء الخارجية للدول العربية الأربع. نعم، اتضحت الصورة. شكرا لك أسماء قنديل، موفدة أون لايف.